السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم ايها الاحبه الكرام في هذه الحلقه الجديده من المراقب دعوني في البدايه اشكر كل المشاهدين كل المتصلين كل الذين يرسلون رسائلهم عبر الواتساب عبر الايميل والذين يرغبون في الحديث معنا والذين يرسلون لنا فيديوهات ومعلومات ومتابعات وما الى ذلك من هذه الامور لكم كل الشكر من القلب الى القلب وحقيقه اني استفيد كثيرا مما تقدمونه لنا اما الذين يرسلون لنا الشتائم وما وما لا يمكن تصوره من الكلام القبيح والبذيء الذي يمس اهلنا ويمس الوالده والوالد فهؤلاء كلامهم مردود عليهم وهذا سجلهم في, 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 في النهايه سنقف جميعا امام رب العالمين وسيقتص ان كنا من الكاذبين سيقتص منا وإن كنتم أنتم من المفترين بلا أدنى شك ستنالون جزاءكم العدل هو العدل والظلم هو الظلم ورب سبحانه حرم الظلم على نفسه قبل أن يجعله محرما على عبادي ولذلك حتى ذكر أخيك أو ذكر أي شخص بما يكره فهو فقد اغتبته وإذا كان فيه فقد اغتبته واذا لم يكن ما قلته فيه فقد بهته وشتان بين من يعيش ولسانه طاهر من الكلام الذي يمس الاخرين وبين من اذا لم يكن يغتاب وياكل لحم اخيه ميتا فهو يبهته وفي الحالتين فهو يقترف الكبائر الكثير يرسل لي عبر الرسائل أين وصلت قضية شقيقي عادل. آه عادل شقيقي كما تعلمون دركي تم تسريحه من الخدمة عدوانا بإعاز من الجنرال ألحاج وسبب هذا الانتقام هو استهدافي أنا شخصيا وابتزازي به. وما زالت عملية الابتزاز تجري على قدم وساق ويتوهم هذا الجنرال ومن خلفه من أولئك الجنرالات الذين بلغوا منتهى السفالة والنذالة في التعامل مع الجزائريين أنه بهذه الطريقة يمكن إيقافي عن التعبير عن رأيي وما أنا مقتنع به ما يعني لو تشوفوا حلمة ذنيكم كما يقال افعلوا ما تريدون ولكن لن نتراجع لأن ما يحدث يشكل خطر على وطننا العزيز على وطننا العزيز على كل حال آخر التطورات الآن شقيقي عادل يقبع في سجن قسنطينة العسكري بعد ما أخذوه للجزائر وعند عنطر مركز عنطر وتسلمت وعدة الأجهزة من هذا لهذا رجعوه جهاز المخابرات قسنطينة وتم إيداع سجن البليدة العسكري و سجن عفوا سجن قسنطينه العسكري وفي السجن داروا له تهمه جنائيه وانا ذكرت لكم من قبل انهم فتشوا الكمبيوتر نتاعو وظهرت المعلومه صحيحه تلك المعلومات ما جبتها من عند افراد العائله ولا جبتها من اي من اي كان حقيقه اسمحوا لي انا شبه مزكوم شويه اليوم بدات اشعر بواحد البرد يعني لو لم اكن قد وعدت بهذه الحلقه لا اعتذرت على هذا الموضوع ولكن المهم ففتشوا الكمبيوتر هو عنده جهاز حاسوب كان يعمل به وكان يكتب به شكاوى امور اللي يجوا لانهم في البريغاد هذيك في واحد القريه تابعه ولايه البرج كانوا عندهم زوج اجهزه او حاجه قليله كل واحد عنده الحاسوب نتاعو اذا جات شكوى يكتبها وبعد ذلك يطبعها ويحطها ومسحهم وارسلوا الجهاز نتاعو الى بوشاو أبو او مركز الادله هذاك تاع معهد هذا الادله الجنائيه لي تكلمت لكم من قبل على ضابط راهو تاجر انت عقارات يسموه زريتا وهو شقيق اللي عامل بيه تقرير في قسنطينه زريتا حسان هذا أحد المفسدين والفاسدين في الدرك الوطني المهم آه راحوا له داروا عملية استرجاع المحتوى بعد ما رجعوا المحتوى خلوا له بعض الكمية هكذا وقالوا له هذه آه ما يمكنش تبقى عندك تعتبر أنك أخذ وثائق سرية عسكريه مش من وثائق سريه ما حاضر نتاع واحده راح شكات براجلها باش تطلق وواحد راح يطلق مرته وواحده تعارك معاه واحد وواحد اوقفوه يسوق في حاله سكر هذه الحكايه هذا ما وجده حسب ما بلغني من مصدر والمحامي راهو عندنا محامي طلع على الملف هذه هذه الحكايه واش داروا له فتشوا عبر اجهزتهم المتطوره ربما يلقوا راها راه ارسلها لجهه ما لقوش انه هذه الماده كلها اللي موجوده في الكمبيوتر نتاعو هو هو اللي خدمها هو ما حاضر اللي حررها وكان يمسح فيها كما قلت لكم استرجعوها حتى لما وقف امام وكيل جمهوريه المحكمه العسكريه لانه جابوه المخابرات وقدموه المحكمه العسكريه للوكيل جمهوريه في المحكمه العسكريه ووكيل جمهوريه احالوا على التحقيق حتى امر ايداعه يعني ما هوش منطقيا هذا الشخص كان عنده كمبيوتر قال هذا الكمبيوتر بالفعل تاعي ولما جو اعتقلوني الداوه وراهم هما اللي استرجعوه هذا الكمبيوتر نخدم به مده طويله يعني استرجاع المحتوى سهل استرجاع المحتوى سهل وراهم استرجعوه وراه وراهم وراه وراه داروا لي قضيه هكذا قالوا ولكن انا ما استعملتهم لا نشرتهم لم يجدوا ولا جهه ولا ولا شيء لذلك حتى المحامي وكلمت أيضا محامي آخر حكيت له على القضية وهو يتواجد في الجزائر العاصمة وعنده علاقة بالمحاكم العسكرية قال لي من المفروض ما يديرلوش الإيداع أصلا لأنه هو كان دركي وهذه التقارير اللي وجدوها في الكمبيوتر تاعه سواء قال لي سواء كانت موجودة أو طلعوها بغض النظر عن هذا أنه هو اللي كتبهم هو اللي حررهم كما حاضر يعني ما هو شخص اجنبي على الدرك الوطني راهو تحصل على هذه المحتويات وكذا كذا يعني حتى وجودها عنده بطريقه غير شرعيه هذه الماده اللي كان يخدم بها لكن اجزم لكم منذ البدايه قلت لكم لا قد تم استرجاع محتوى الكمبيوتر ولم يعثروا على دليل واحد انه ارسلها الى اي جهه كان وجدوا الرساله نتاع تبون موجوده في الكمبيوتر وهذه هي الحكايه داروا له جنايه وتم الاستئناف لما داروا له القاضي التحقيق وجه له الجنائيه وكيفها جنايه ارسلوه دار استئناف ارسلوا ذلك الى المحكمه العسكريه في البليده فاصرت عليها جنايه وارجعت له والان ينتظر في التحقيقات والهدف كله هو سجنه بالمقابل ايضا داروا له القضيه اللي عنده في, في الشريعه ولايه تبسه ايضا عاودوا فتحوها له واعطوا امر للنائب العام، النائب العام على مستوى الولايه اعطى الامر لوكيل الجمهوريه، وكيل الجمهوريه استانف في قرار الافراج عليه، راح لغرفه الاتهام، غرفه الاتهام صادقت له بسرعه في نفس اليوم صادق دارت له الغت قرار قاضي التحقيق بالافراج ودارت له امر بالإداء معناها راهو راهو موجود في السجن العسكري بقسنطينه لو يخرج من هذه القضيه يزيد يروح يتسجن في تبسة ويتابع هذه القضيه نتاع الرساله اللي تعتبون وبعض التعليقات اللي يدعي فيها ويتكلم على قضيته وراني ظلمت وكذا وكذا ويناشد في تبون وشنقريحة باش يحلوا المشاكل نتاعه وكذا وكذا هذه هي الحكايه كهدف من السيناريو هذه كل هو سجنه لهذه اللحظه ما قدموا جواب للأمم المتحده على هذه القضيه خلوها لأنهم ما حبوش يجاوبوا الأمم المتحده يقولوا لها راه موجود في السجن العسكري راهم مازالوا يتريثوا آه حسب بعض الكلام قال لك رايح يخلوه هكذا فتره ثم بعد ذلك لأن القضيه فارغه ما فيها ولا اساس من المفروض ما يديرلوش حتى امر بالايداع اصلا يقعد اذا كان فيها جانب جنائي يشارع ويشارع مدني في المحكمه في محكمه تبسة اللي عرضوا عليه محكمه الشريعه من المفروض كل القضيه ثم وعلاش مزقوها له لانه كان الهدف عدم اطلاقه اطلاق سراحه لازم يبقى بالسجن باش يتم ابتزازي وراهم يبتزوا فيا به هو معناها اذا لم تتراجع وتتوقف عن الانتقادات وكشف المعلومات وهذا الراي اللي تعبر عليه واخوك ما يزيدش يخرج من الحبس هذا ما يرسل لي الجنرال يحيى الحاج عبر وسائط وعبر اشخاص يتصلوا بي وانا ما جاوبتهم على الخاص ونجاوبهم على العام ونقول بأنني لن أتراجع في موقفي هذا أما قضية شقيقي راه مظلوم مقهور مثل مثل كل الجزائريين الذين يقهرون في جزائر تبون الجديد لذلك إخواني الكرام لهذه اللحظة أنه ما حكى حتى للمحامي واش تعرض وندوه ولا شيء حكى هذا ربما راه خايف على نفسه لأنه عنده وكان يحكي راه مدوه المخابرات غدوة يدوه يخرج من عنده المحامي والاماكن اللي يستقبلوا فيها المحامين كلها باجهزه تسجيل واجهزه تصنت راهم يسمعوا حكاله باللي راهم داوه العنطر وداوه من هنا ومن هنا هو يخرج منه هو يجي يدوه يسلخوا الجلد نتاعو لو يديرها لذلك ما حكى ما حكى وان كان ولا جبد فقط يتكلم على القضيه اللي عنده وانتهى الامر وهذا هو اخر ما عندي من المعلومات حول شقيق عادل فرج الله لي هو وكل معتقلي الرأي في جزائر تبون الاستبدادية التي يحكمها شنجريحة ومن معه كثير يسألونني هل رهان المعارضة بين ظفرين الجزائرية في تغيير في الجزائر لازم يكون عبر صراع الاجنحه في النظام العسكري، بين هذه العصابات نتاع العسكر من الجنرالات اللي يتصارعوا. انا نقولها لكم يا جماعه، الشعب الجزائري ثار عده مرات وطالب بالتغيير عده مرات، وحاول ان يحدث التغيير عده مرات، لكن ذلك لم يحدث بسبب المؤسسه العسكريه. كل مره تضحك المؤسسه العسكريه على الجزائريين. خرجوا في الثمانية وثمانين ضحكوا عليهم بالديمقراطية وبعد ذلك فتحوا لهم الأبواب حتى بلغ بلغ الصدام السياسي والإيديولوجي منتهاه ثم بعد ذلك جاء الضغط وأدخلوا البلاد في حرب أهلية دفع فيها الثمن العسكر والشعب والعسكر الثاني راه ولاد الشعب راهم ماتوا أكثر من ستين ألف يعني عسكري وهناك من يتحدث على ارقام مهوله عسكريين اللي ماتوا في هذه الحمله من الخدمه الوطنيه من الناس العاملين من الضباط صف الضباط وكثير وهناك اللي تم اختطافهم وهناك الذين تم اعدامهم يعني واحد الكارثه لذلك في 2019 جاءت خرجت المؤسسه العسكريه، القايد صالح، دار على جماعه التوفيق، داروا على بعض، عدنا نشوفوا في وزراء ورؤساء حكومات وجنرالات يقادون الى السجون. في ذلك الوقت كنت من اولئك الذين طالبوا بضروره تمثيل الحراك واستغلال الفرصه اللي راهم فيهم من اجل التمكن من ايصال واحد يكون يمثل الحراك حقيقه للرئاسه. قالوا لي انا ذاك راهو ما يخليهش ما يخليهمش القايد صالح يفوتوا قلت لهم جربوه ما دام كان الشارع قوي الشارع الشعب كل في الشارع اذا كان القايد صالح سحب البساط ما خلاهش يوصل رايح رايح الشارع تكون قيمة الحجه على المؤسسه العسكريه لكن ما فعلوها القايد صالح صفاوه وتم اعدامه واغتياله بواحد الطريقه بشعه للغايه ثم بعد ذلك داروا على الحراك جاءت بعض الظروف كورونا والاشياء هذه ساهمت مساهمه فعاله في انتهاك انتهاء الحراك في الشارع الان ان نشوف اولا انا احكي محلل انا لا أنا معارض ولا موالي يا جماعه انا نحلل ما هي الاوضاع انا نشوف الان ما تسمى ما يمكن تسميتها بالمعارضه في الجزائر راهي تراهن على صراع الاجنحه هذا هو ضباط راهم يتخاصموا ويتعاركوا وهذا راح يجبد الكابل بالاخر انا نقولها لكم يا جماعه العسكريين راه فيه ما فيهاش اجنحه او ما فيهاش اجنحه بمفهوم الاجنحه راه كي كان القايد صالح المحيط نتاعو اللي عنده بهم علاقه ويعرفهم وخدموا معاه هو اللي حطهم يروح جاشنقريحه طير هذوك الكل ووقع تصفيه الحسابات لانها الظروف آه، ظروف ما هي ظروف عاديه لكن في الظروف العاديه ما كانش تم ادخال عز وسيني وجماعه في السجون بعد تصفيه القيد صالح القضيه وصلت الى صدام حقيقه في تلك المرحله ما هي صدام بين اجنحه ما هي بالمفهوم هذا صدام ما بين آه، القيد صالح ذاك مسيطر على الجيش وحط اليد الدوله في يده وما بين الدولة الأخرى العميقة التي أرادتها استمرارية لصالح بوتفليقة، وليس بمفهوم صراع الأجنحة. الآن راهم يحاولوا ويراهنوا على فكرة صراع الأجنحة، لو تلاحظ المعارضين اللي يقولوا رانا نحن معارضة يومياً أخبارهم صراع الأجنحة الضابط الفلان ادوه عذبوه قتلوه وكذا وكذا وكذا، نزيد نقولها لكم باش يحدث سجن الجنرالات، يحدث حتى جنرال يرجعه جندي. وتحدث تصفيه الحسابات وخاصه مع سعيد شنقريحه، سعيد شنقريحه راه ما يرحمش ببه معروف هذا، معروف في اثناء الخدمه يعرف غير منطق السجون. وفي الفتره هذه اللي حكم فيها سعيد شنقريحه رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي اكبر مرحله في تاريخ المؤسسه العسكريه يتواجد ضباط وصف ضباط وحتى ضباط سامون في السجون. السجون العسكريه مليانه بمعنى الكلمه بالمعتقلين أو كاين اللي متهمينهم بقضايا سياسيه كاين اللي مت... كل واحد وكاين قضايا الفساد وطبعا الفساد ليس في اطار تطهير المؤسسه العسكريه من الفساد ليس هذا بل قضيه انه عندما تفوح يحاولوا يضحوا بواحد فايح مع احترامي لكم من العصابه التي كانت تصرخ مع بعض هذه هي الحقيقه أنا أقولها لكم باختصار شديد حتى لا أطيل في هذا الموضوع أن الشعب الجزائري كل مرة يخرج يعود خرج في في التسعينات وتقلبت الدنيا رجع بخفي نزار زاد في 2000 وقعد يخرج كم من مرة كل مرة خرج مع بداية ثورات الربيع العربي خرج للشارع رجع بخفي بوتفليقة الآن رجع في 2019 رجع بخفي لا 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 تبون هذه مش كل خرجه يصدم السبب عدم وجود مشروع بالله عليكم الذين ينتقدون النظام الجزائري بزاف كثر كل واحد عنده قناه على اليوتيوب يوميا يشرشح في النظام من طأطأ الى السلام عليكم لكن بالله عليكم هل رايتم مبادره مبادره من هذه الوجوه اللي يجتمعوا ويطلقوا مبادره شعبية يجتمع عليها الشعب الجزائري ما كانش كل واحد يشوف في روحه بمجرد ما ينظر إلى قناته يلقى عنده نص مليون متابع خلاص يروح يشوف روحه راه إمبراطور للشبكات التواصل الاجتماعي ولا إمبراطور المعارضة ولا إمبراطور السياسة التغيير تحتاج يحتاج إلى مشروع ويحتاج إلى أدوات ويحتاج إلى أنك تكون في الواقع التغيير لا تحدثه انت ولا انا من الخارج، التغيير يحدثه الناس في الداخل، واللي في الداخل محتاجين مشروع. الجزائريين كان سبب خروجهم في 2019، طبعا الاوضاع السياسيه كانت القطره التي افاضت الكاس هي العهده الخامسه لبوتفليقه، يشوفوا في رئيسهم على كرسي متحرك وزادوا حب يرشحوه الى عهده الخامسه وهو مريض بتلك الحاله، يعني كانت صدمه للشارع الجزائري خرج لكن كي خرج بدا يتبلور راي سياسي في الشارع يرحلوا قاع ويطالبوا بالتغيير وما الى ذلك من هذه الامور لكن ذلك الراي الذي كان في الشارع لم يتبلور في اطار سياسي معين حزب سياسي يتبناه تشكيله سياسيه جديده كذا 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 مش ممكن انك تخرج للشارع ولو تكون بالملايين وتريد تغيير نظام تفيدو كل الاجهزه ما هيش سهلة حتى لو حدثت صراعات أجنحة في النهاية النظام ينقذ بعضه والأجنحة ما كلش بعضها لدرجة كبيرة حتى يكون يأتي نظام جديد يحاسبهم مستحيل يدخلوا الجزائر كما داروا في التسعينات دخلوا الجزائر في حرب أهلية مات ربع مليون جزائري النظام العسكري مستعد يزيد يدخل الجزائر في حرب أهلية أخرى يزيد يموت مليون راه مثلهم الاعلى بشار الاسد وملال ايران وبوتين هذا هو مثلهم الاعلى هذه المدرسه اللي متخرج منها شنقريحه وغير شنقريحه هذه المدرسه اللي تكونوا فيها هؤلاء الجنرالات استعمال العنف فرض النظام بالقوه بالاستبداد لكن هذا لا يعني انه مثل هذه الصراعات هي فرصه يجب استغلالها لتحقيق اهداف التغيير هكذا من المفروض تكون الامور لكن للاسف الشديد ما ما يستغلوا لا في الفرص لا داروا مشروع، أنا نتمنى أنا كإعلامي ومحلل سياسي وأراقب الأوضاع، النظام عنده مشروع عنده مشروع راه اللي يتصدى له المشروع ويدخله الحبس ويلحق في المعارضين، عنده مشروع راه ينفذ فيه، ينفذ فيه ومسخر له الأجهزة ومسخر له إمكانيات الدولة والعالم راهو معترف بتبونه وهذا النظام كان نظام رسمي والحكومة راهي حكومة أنت لا عندك هيئة حقوقية لا عندك حزب سياسي لا التقيت على مبادرة فيها شخصيات لا عملت حكومة منفى ولا شيء تقولوا النظام غير شرعي وما درتوش حتى حكومة منفى يعني ما تقدروش تجمعوا حتى عشرة من الأشخاص تديروهم مع بعضاكم وتشكلوا شيء ما كيان ما مخطط ما مبادرة ما تقنعوا بها الشعب وتحرجوا بها النظام النظام الجزائري أذكر أنه لما اجتمعوا في سنتي جيديو منتصف التسعينات انذاك النظام زعزع النظام ما يزعزعوش الا اذا شاف الجزائريين توحدوا ويلتقوا سياسيا على مبادره لذلك علاش يعمل؟ يعمل انه يفرق الجزائريين في الداخل يفرق الاحزاب عمره ما خلى حزب سياسي مستقر كل الحزب السياسي هو يظهر عليه الاستقرار استقرار هو يدير له حركه تصحيحيه داخله وتصرف انقلابات وشوفوا مثلا حركة النهضة حركة النهضة كانت مستقرة داروا لها حركة انفصالية داخلية هذا هو قط النظام متدرب على الحركات الانفصالية داروا حركة حركة صحيحية انفصالية خرجوا عبد الله جبل خرج عبد الله جبل دار حركة الإصلاح ظهرت حركة الإصلاح كمؤسسة مرتبة ومنظمة وعندها مشروع سياسي ويمكن أنه تصير تشكل خطر على النظام حرك مرتزق قامتاعه وأبيادقه اللي عندهم ارتباطات مع الأجهزة الاستخبارية زادوا داروا له حركة تصحيحية في وسطها زاد خرج دار حزب العدالة والتنمية وهكذا ومش هذا فقط حتى في جبهة التحرير نفسها اللي هي تعتبر دائما جهاز تابع الإدارة في شكل حزب سياسي دائما انتصر فيه الحركة التصحيحية هذه بن فليس لأنه اختلف مع بوتفليقة حرك له بالخادم وجماعة داروا انقلاب عليه وخرجوه من الحزب يعني هذا هو هذا هو النظام، النظام ما يحبش الجزائريين يلتقون على رؤيه على مشروع من المفروض الان ماذا ماذا تريدون؟ هل مشروع اذا كان وجدت المعارضه انا لا ارى معارضه حقيقه، انا ارى نشاطات في ثوب المعارضة، لكن المعارضة المهيكلة في اطر سياسية عندها مشروع ما كانش، اللي في الداخل راهي مدجن الله يحسن عونهم، واللي في الخارج ما استطاعوا موجودة جماعة رشاد راهم متهيكلين في اطار معين، واطار محدود نتاعهم راهو تم تصنيفهم لاسباب كثيرة. الماك راهو ما يشوفش في نفسه معارضة، يشوف في روحه راهو حركة انفصالية، يريد تقرير مصير منطقة القبائل، هكذا يقول. ولكن الآخرين وين هم؟ الشعب الجزائري يريد مشروع سياسي مش يريد مشروع من أجل إخراجهم للشارع يعني هما خرجوا لك في 2019 وش درت بيهم؟ انتهت الحكاية كأنه يا زيد ما غزي لأنه الشعب كي يخرج الشعب كي يخرج النخب هي اللي تقوده هي اللي تصنع له بديل فكانوا يتنافسوا كل في ذلك الوقت أذكر أنني اقترحت واحد المقترح قلت لهم يديروا تمثيل للحراك الشعبي يكونوا شخصيات يمثلوا الحراك الشعبي بمجرد تعيينهم يتعهدوا بأنهم لا يكونوا في مناصب لا يكونوا أي شيء بمجرد ما يوصلوا الحراك إلى شاطئ الأمان يعودون إلى بيوتهم لا واحد منهم يستغل هذه الفرصة باش يكون ممثل الحراك وبعد ذلك حقق مآرب في السلطة وكذا وكذا يعني يكونوا ناس ما عندهمش حتى أطماع يكونوا شخصيات كبيرة في العمر شخصيات ما عندهاش أصلا أطماع سياسية وهكذا وداروا عليا حملة أنا ذاك قال لك هكذا لا كيفاش تحرمهم من حقهم واحد يروح في هذا قلت لهم بهذه الطريقه انه كل واحد يصير انه يوصل الى تمثيل الحراك معناها يوصل للسلطه هنا راح تبدا تدب الخلافات داخل الحراك الشعبي وهذا الذي لا يحقق اي شيء ولن يستفيد الجزائريون من اي شيء الان انا نشوف فيهم ونتابع احيان بعض الاصوات نرى هدفهم هو اخراج الجزائريين للشارع انا نقولها لكم في ظل القبضه الامنيه في ظل الخيبة لخيبة الأمل التي أصابت الجزائريين بسبب حراك 2019 في ظل الظروف الاجتماعية والفقر والمزيرية والتخوفات اللي كاينة في ظل الأجندة الإعلامية هذه في ظل تشويه الواجهات التي من الممكن أنها تكون تجمع في ظل غياب كل للشخصيات المؤثرة غير الرديئة غايبة كامل على المشهد في ظل هذا الأوضاع انك تعيد اخراج الجزائريين للشارع يحتاج الى صدمه كبيره او شيء من هذا القبيل، اما اذا كان ما عندكش مشروع وتريد المشروع هو اخراج الجزائريين للشوارع فما يبدا في الشوارع ينتهي في الشوارع اذا لم يتبلور في اطار سياسي ويجري تنفيذه. كل الدول اللي حدثت فيهم حركات داروا هذا دار مجلس وطني، هذا دار حكومه مؤقته، هذا دار دار مشروع الا الجزائريين. إلا الجزائريين لأن السبب أن النظام تربية العسكر على مدار من 62 وارواح زرع واحدة الثقافة خبيثة في النفسية الجزائرية خل الجزائري ما يلتقيش مع الجزائري خل الجزائري شك في الجزائري وهذا راهو عمل ممنهج استخباراتي دأبت عليه المخابرات حتى لا يجتمع الجزائريون إذا اجتمعوا اجتمعوا مرة على الفيس وصلوهم إلى الجبال والأسلحة وكذا وكذا استغلوا واحد من الحماس الايديولوجي والحماس الديني وكذا كذا واوصلوهم الى الجبال وبعد ذلك قضوا عليهم بالطيران والاسلحه وحتى بينها الاسلحه المحرمه دوليا. اذا التغيير ياتي في اطار مشروع تقوده نخب ويكون عندهم هيكل سياسي معين يلتقوا فيه، اما انك تتحدث من اجل ان تتحدث وتسدي ما تقول وتمدح نفسك وتقول راني مؤثر وراني كذا وراني كذا وكذا صدقني الشارع الجزائري عنده هموم أخرى أكبر من ما يمكن تخيله وعندما يتحول مشروع المعارضة هو إخراج المواطن للشارع فقط من أجل التغيير ويروحوا قاع لكن كيف يروحوا ما هي ما هو المشروع ما هي الخطوات العملية التي يجب أن ينطلق عليها ما هي لأن التغيير يحدث في بلد تحتاج إلى أن يكون الناس في الداخل مهمتهم تأثير على الداخل وناس في الخارج مهمتهم التكفل بالعلاقات مع الدول محاولة كسب المجتمع الدولي في إرادة هذا المشروع للتغيير لما نشوف مثلا مريم رجوي عندها مشروع من عشر نقاط يجوا رؤساء سابقين رؤساء حكومات وزراء برلمانيين لما يتحدث يقول عندنا مشروع يتكون من عشر نقاط طرحته السيدة مريم رجوي لتغيير النظام في إيران لكن في الجزائر في الجزائر أنا التقيت مع بعض الشخصيات في, في مناسبات معينة لما نكلمهم على التغيير للجزائر قال لي النظام عارفين نظام عسكري وعنده هدف ومشروع البقاء في السلطة المعارضة أين مشروعها لا شيء لذلك إخواني الكرام ان التغيير لن يحدث بالفانتازيا عبر الاعلام ولا يحدث بالشعارات وكسب الجماهير والذباب و, و... عبر شبكات التواصل الاجتماعي التغيير لا ياتي ايضا على رهان صراعات داخل المؤسسه العسكريه لانهم يتسارعوا لكن في النهايه ما ياكلوش بعض بل يكلوا من يشكل عليهم خطر حتى لو كان جزء في السجون وجزء الاخر في القبور وجزء الاخر في القصور، في النهايه ما يضحوش بالحكم من اجل ارضاء واحد مواطن مدني يرونه في اقل الاحوال مشروع عدو قد ينقلب عليهم يوما ما. هذا هو الكلام الذي اراه من الضروري ان تسمعه ايها الجزائري في ظل هذه الظروف التي تعيشها البلاد، اذا اردتم ايها المعارضون أن تخطوا خطوة عملاقة في من اجل وضع لبنات اساسية في مسار التغيير التقوا انتم فيما بينكم اولا حددوا اهدافكم مشروعكم المراحل واطرحوه للجزائريين وخلي جهود كل النخب تقف خلفه كل الجزائريين الا العصابة المستفيدة من السلطة كلهم يريدون التغيير لكن كيف وما هو هذا التغيير؟ لن ياتي التغيير بالتعيير عبر شبكات التواصل الاجتماعي فلا توجد تجربه نجحت ولن تنجح اي تجربه اخرى ان بقي الحال على هذا الحال واذكروا, واذكروا كلا كلام جيداً. جيدا كشفت لكم اليوم معلومات من أن تبون يلح ويصر إصرارا وإلحاحا كما قال عاد الإمام يصر يصر إلحاحا ويلح إصرارا على أنه يشوف يشوف بيدا يلتقي هو يحلم باستقبال في البيت الأبيض تبون راح يروح الأسبوع القادم للأمم المتحدة في إطار الجمعية العامة 78 التي ستكون ستجتمع الأسبوع القادم وحسب ما أعلنته السفيرة الأمريكية السفيرة الأمريكية اللي صبحت ناطقة رسمية باسم رئاسة الجمهورية راهي تمنتلو له أنه سفر ممتع وجميل إلى نيويورك للمشاركة في هذه الجمعية يعني الجزائر الجزائريين ما يعرفوش ماذا ينوي تبون الأسبوع القادم رسميا إلا من لسان السفيرة الأمريكية التي تحولت في تلك اللحظات التي استقبلت فيها بالرئاسه في بصفه عاجله وبامر جاء من البيت الابيض وبطلب منها استجابه لما امرت به والتقت عبد المجيد تبو. ذكرت لكم اليوم في مداخله مع انور مالك في القناه القناه الثانيه هذا الامر وتحدثت لكم بانه معلومات فيها معلومات او ذكرها الاعلامي هشام عبود وفيها معلومات اخرى وصلتني انا من مصادر موثوقه تقول بانه بالفعل عبر لها عن رغبته في رؤيه بايدن ووعدته بانها ستنقل هذه الرغبه الى الخارجيه والخارجيه ستنقلها الى البيت الابيض في انتظار ما سيقرره البيت الابيض. تبون لا يريد ان يكتفي فقط ب باللقاء في الجمعية العامة لأنه من الممكن جدا أنه يحضر بايدن في هذه الجمعية العامة ولا يرغب في لقاء آخر أن يستقبل في البيت الأبيض هو شافوا بوتين زار الصين شافوا الرئيس الصيني وأيضا يريد رؤية أو استقباله من طرف بايدن حتى يعتبروا إنجاز يعبر وبعد ذلك يطبلوا شوف الجزائر كيف تلعب دور تتعامل من بمسافة واحدة من جميع الأطراف المتصارعة هنا وهناك شفناه لما قبل ما يروح للروس كان من المفروض يزور فرنسا وقلت لكم أنه بوتين مانع عليه روح فرنسا ففضل قبل سفره إلى فرنسا أن يروح البرتغال برتغال ما ما عندها الامر عادي جدا بالنسبه لبوتين وبالنسبه للدول الغرب كله، ولكن فضل رحله خفيفه الى البرتغال ودارك دارك المهرجان نتاعو والكرنفال نتاعو وبعد ذلك عاد عاد جا كما يقولوا آآ آآ بعد ذلك راح الروس، المهم انه تبون يريد انه يستقبله بايدن في البيت الابيض. في تقديري هذه ما عندي معلومات هل راح يستقبل او لا يستقبل انا ما عنديش هذا الكرسي هذا قاع في خلل انا يستقبل او لا يستقبل وان كنت اميل الى انه من الصعب ان يستقبله بايدن في البيت الابيض لكن ممكن ان يكون هناك لقاء على هامش الجمعيه العامه في نيويورك. تبون رايح للعهده الثانيه والعهده الثانيه هذه راهي شغلت له باله الان وراهي واحد القبضه حديديه الان في الجزائر درجه غير مسبوقه وفيهم جنرالات راهم مهددين بالسجون فيهم المؤسسه العسكريه بحد ذاتها يجري فيها اشياء غريبه المعتقلات وكما ذكرت في البداية أن السجون مليانة السجون العسكرية ضباط بمختلف الدرجات هذا عنده فساد هذا عنده يعني تقرير أمني وما إلى ذلك يعني منطق السجون راهو داير حالة أيضا القبضة الحديدية على الناس بالنسبة لأي واحد يعبر على رأي وهم ما يخافوا من الأصوات التي لديها تأثير وخاصة تلك التي سطعت واشتهرت في فترة الحراك الشعبي هذا غلقين عليهم كل الأبواب وكنا نشوفه في شخصيات مؤثرة اختفت يعني بقاوا منهم الناس اللي يتكلموا على قضايا مساجين الرأي ومعتقل الرأي ليس إلا هذا الذي يجري وفي هذا كله يريد المرور إلى العهدة الثانية بسلاسة مع أرانب سباق وانتهى الأمر قضية العهدة الثانية التبون الرؤساء لم يعترضوا عليها الصين لم يعترضوا عليها فرنسا راهي حتى رغم أنه لم يزر فرنسا إلا أنه تحت الطاولة ماكرون راضي عليهم راضي على ماكرو ماكرون راضي على الماكرين هذا من اللي يحكموا في الجزائر مقاتلهم واشنطن يريد أن يأخذ نوع من التزكية الشكليه هو ما يقولوا له فوت ولا ما تفوتش ولا شيء ماذا القبيل هم عارفين وشكون اللي يحكم البلد عارفينها باللي العسكر ويكفي الاتصال الاخير من رئيس مدير وكالة الاستخبارات الامريكيه اتصل بشنجريحه قبل السفيره الامريكيه زارت شنجريحه وما الى ذلك فهي تدرك ان شنجريحه هو واجهة أو على رأس مجموعة من الجنرالات هم الذين يحكمون فعليا في البلاد لذلك تبون راه يريد رؤيه امريكا ويريد زياره امريكا كما ذكرت انه يحاول يظهر ان الجزائر راهي تتعامل بمسافه واحده من الجميع الجزائر راهي ما عندهاش مشكله مع امريكا وخاصه في الاونه الاخيره تم تداول الكثير من الاخبار والانباء حول الضغوطات الامريكيه على الجزائر وظهر ذلك جليا من خلال استدعاء الطاف ثم استنطاقه في أمريكا ورجع عمل تقرير التبون لأن المصادر بعد ذلك أكدت بأن العملية عملية استنطاق ثم بعد ذلك الاتصالات اللي ثم زيارة نائب مساعد وزير الخارجية لزار الجزائر وزار تندوف التي يحكمها إبراهيم غالي والتقى هناك مع إبراهيم غالي وجرى حديث أمريكي لم يأتي على هوى النظام الجزائري فيما يخص قضية الصحراء لذلك أنقلكم لكم إخواني الكرام أن تبون في هذه المسألة في هذه الفترة يرغب في رؤية بايدن لأنه حب يتوج هذه العهدة نتاعه بعد الفشل في البريكس أنه حقق واحد الإنجاز أنه عندما يلتقي بايدن ويدير الصور وكذا 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 يسوق الإعلام أن الجزائر حليف استراتيجي لأمريكا وها هي في عهد في عهد تبون كيف أصبحت أمريكا تهتم بالجزائر ونحن عندنا قبل سلال راح هو ومرته والتقى مع أوباما وزوجته وصوروا داخل البيت الأبيض وبعد ذلك راه يقبع في السجون والمعتقلات ويتمنى أنه يموت في داره هذه الحكاية وما فيها لذلك اعتقد بانه تبون عندما جاءوا الاخبار قالوا بان السفيره الامريكيه تريد رؤيتك في نفس اللحظات لم في نفس اليوم جاءهم الخبر من رتبوا الزياره كانه فارغ شغل او أن الامر الغى كل ارتباطاته اليوميه ولقاءاته من اجل السفيره الامريكيه وقال لك بطلب منها رغم انها لم تقل هي انها بطلب منه واللفظ هذا استعملوه مرتين حتى في استقباله هذا كمولة نتاع تعال... الاقتصاد الجزائري قالوا بطلب منه هو خرج وقال في تصريحه للصحافة قال بأنه جاء هذا الاستقبال بناء على تقارير يعني معناها أنهم رفعوا تقارير رئاسة اللي عيطت لهم رفعوا تقارير ولو قال لو قال هو في التصريح نتاعو أنه رفعنا تقارير ثم طلبنا هذا الاستقبال ما قالهاش اصلا مما يعني انه هذا كذب ليس هذا فقط بل ان المعلومات تم تسريبها قبل يوم من ان الرئاسه اتصلت بهذا الكيان وقالت لهم غدوه عندكم لقاء مع تبون فالقضيه ليست بطلب منه ولا اي شيء من هذا القبيل لذلك اخواني الكرام تبون يريد رؤيه بايدن يحلم بان يستقبل في البيت الابيض ولكن انا لا اعتقد على حسب المعطيات، لا اعتقد الا اذا استجدت اشياء اخرى، ان يستقبل في البيت الابيض، لكن من غير المستبعد ممكن جدا انه يلتقيه على هامش الجمعيه العامه، وبعد ذلك لكل حادث حديث، في ظل اهتمام امريكي بموضوع الجزائر، والامن والسلم في المنطقه، في ظل امريكا التي تتحدث الان على على امن اسرائيل راه من امنها وبريطانيا دخلت على الخط ايضا أها امن اسرائيل من امنها والقوى الكبرى كل همها امن اسرائيل وامن حلفاء اسرائيل والدول المطبعه والتي لديها علاقات مع اسرائيل صار امنها يهم الدول وطبعا خاصه مثل المغرب الذي يعتبر حليف استراتيجي خارج حلف الناتو للولايات المتحده الأمريكية في انتظار هذه الـ هذه الدبلوماسيه الجولات ما عندناش دبلوماسيه المصالح دبلوماسيه القرار دبلوماسيه التاثير والنفوذ ويكفي ما قاله وزير الخارجيه الروسي عندما قال ان الدول التي قبلت في البريكس اللي عندها هيبه وعندها نفوذ وعندها تاثير وعندها الاشياء من هذه كلها ولكن الجزائر لا هيبة ولا نفوذ ولا تأثير لذلك لم تقبل في البريكس ولن تقبل في أي شراكة مع قوى كبرى إن بقي الحال على هذا الحال والعسكر يتحكمون في الأحلام والآمال والآلام أيضا واذكروا كلام جيد جي جي كثير يسألوا هل ضاعت فرصة المصالحة بين الجزائر والمغرب في مع ما حدث في هذا الزلزال؟ حقيقة أنه آه مصالحة بسبب الكوارث كانت ممكنة. دبلوماسية الكوارث ممكنة جدا. ولكن من ضيع هذه الفرصة؟ باش نكونوا بكل حيادية بعيدا على أي ما يلال لهذا أو لذاك أولا قبل ما نعرف من ضيع هذه الفرصة نسأل من أوصل الوضع إلى هذا الحال من القطيعة لهذه الدرجة من أوصل الوضع إلى هذا الحال ما هو واقع الحال الآن واقع الحال الآن هي علاقات مقطوعة وأزمة بين بلدين من طرف واحد هي الجزائر المغرب لم يقطع العلاقات، لم يسحب السفير، لم يغلق الاجواء، لم يغلق الحدود البريه ولا شيء من هذا القبيل، لم يتخذ اي قرار مماثل، ليس خوفا ولا رهبه ولا رغبه ولا اي شيء من هذا القبيل، بل القضيه تتعلق بسياسه معينه ينتهجها الملك محمد السادس تجاه الدول. العربية وخاصة الجزائر التي هي جارة وحدود طويلة وشريك مهم بالنسبة للمغرب كما المغرب شريك مهم بالنسبة للجزائر لذلك ما يوصلنا له الحال الآن تكييف الوضع الآن هي أزمة من جانب واحد ما هي سبب هذه الأزمة؟ هي الجزائر تقول فيها أعمال عدائية من المغرب ما هي هذه الأعمال العدائية؟ رانا في عامين ومشي ماشيين في العام الثالث ولا شيء قدموه، لا دليل على عمل عدائي واحد، لا صوره واحده، لا شيء موثق واحد، عندهم وسائل الاعلام يصرفوا عليها المليارات. وش تدير بوسيله اعلاميه اذا لم تبيض وجهك امام العالم، تكشف للعالم على انك كنت على حق، انت تقول عندنا المغرب دار اعمال عدائيه اقتضى الامر، أن نقطع معها العلاقات هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين العيب فينا كجزائريين إذا قدمتم الدليل القاطع والكاشف والقطعي الدلالة والثبوت في هذه المسألة ونقول ما, ما, ما ننتقدوش المغرب ننتقدوه لو ثبت بالدليل القاطع أن هنا هناك عمل عدائية على الجزائر سننتقده ونطالب بمحاسبة من يقف وراء هذه الأعمال العدائية لكن ما قدمتم شيء لكن الذي هو موجود في أرض الواقع أن الجزائر تقوم بأعمال عدائية وأخطر عمل عدائي تقوم أنه فيه حركة الجزائر تراها حركة تحررية والمغرب يراها حركة انفصالية المغرب راهو عند القضية راهي مطروحة يعالج فيها المغرب مع الأمم المتحدة تروح الجزائر تلغي تأمرهم بإلغاء وقف إطلاق النار اتفاق وقف إطلاق النار تعطي لهم السلاح يستهدفوا في المغاربة بل أنه حتى عملية الاستهداف تمشي من الأراضي الجزائرية يدربوا فيهم على القتال على الأراضي الجزائرية هيا هيا الآن وشكون هذا وش يسمى ما تقول لي كيف تنظر إلى هذا الشأن كيف ينظر الطرف الآخر هيا هاي عندك حركة الماك الماك حركة انفصالية صنفها النظام الجزائري حركة إرهابية تجي يجي المغرب يقول لك لا ما هي حركة انفصالية لا إرهابية لا عندها سلاح أنا نعترف بها وندعمها ومن حق الشعب القبائلي في تقرير مصيره راح يقول لك هكذا جيت تقول له لا لا راني أنا ننظر لها حركة انفصالية يقول لك لا أنت تنظر لها حركة انفصالية أنا ننظر لها حركة تحرر مثلك أنت بالضبط أنت تنظر لها حركة تحرر البوليزاري والمغرب ينظر لها حركة حركة انفصالية لذلك هذا الامر راه بهذا المقياس اذا الجزائر هي اللي قطعت غلقت الاجواء ودارت البلاوي هذه كل وما زالت دعم بوليزاريو بكل الامور بل انها تعطي الاموال للدول من اجل استهداف مصالح المغرب وايضا تموين النشاطات نتاع البوليزاريو في كل انحاء العالم تحت مسميات مختلفه على حسب الدوله التي يتواجدون فيها، بل دول تعترف بجمهوريه البوليزاريو على حساب الخزانه العموميه الجزائريه، هذا اللي موجود على ارض الواقع. وصلنا الى هذا الحال مد الملك يده مرات. أه لما وقعت الحرائق في منطقه القبائل المغرب عزه وجهز الطائرات، الجزائر ما التزمت الصمت تجاهه بل انه تتهم في المغرب هو اللي حرق الغابات. وهذه لا تحقيقات لا ادله غطوا على القضيه بقضيه جمال بن اسماعيل رحمه الله عليه وانتهى انتهى الامر. هيا اكشفوا لنا الادله حول انه ما حدث في منطقه القبائل هو بيد هي بايادي اجراميه وهكذا قال الوزير الاول قال وزير الداخليه وهكذا وجهت الاتهامات للماك والماك راهو يمول فيها المغرب واتهموا المغرب اللي يقف وراء الحراك. يعني هذه هذه الفطره هذه كل ما قدمتوا ولا دليل واحد اين اين التحقيقات اين اللجنه القضائيه اللي من المفروض راهي فاتحه هذه القضيه تبحث عن المتهمين وتعطي للجزائريين الحقيقه خلاص غطوا عليها بقضيه جمال بن اسماعيل اللي هي اصلا قضيه مفتعله والناس الذين وقفوا وراء السيناريو هم من الاجهزه الامنيه ويكفي التناقض الذي حدث في هذه القضيه وعودوا الى الملفات نتاعي اللي درتهم على جمال بن اسماعيل تلقوا العجب العجاب. المهم اخواني الكرام قلت لكم انه في ذلك الوقت علاش الجزائر ما قبلتش؟ بل أنه ردت بهذا الأمر ما قبلتش وضيعت الفرصة بل اعتبروها الجزائر عظم الإعلام أي طبل وزمر رفض الجزائر وتجاهل الجزائر المغرب نفس الإعلام الآن راهو يهاجم في المغرب لأنه لم يقبل المساعدات الجزائر شفتوا هذه الازدواجية لدى نفسية الجزائريين في صناعة القرار ما نعمم على عموم الجزائريين لا لي في صناعة القرار عندهم واحد نفسية عجيبة نفس الفعل يديروه راهو مليح يديروا غيرهم راهو قبيح اذا كان اذا كان رفض المساعده جرم بحق الشعب فانتم اجرمتم بحق الشعب الجزائري واذا كان الرفض يتعلق من حق الدوله انها ترفض ومن حقها ان تقول لا اريد المساعدات كما فعلتم انتم إذن علاش تتهجموا على المغرب؟ وتعتبروا أن المغرب فوت فرصة لمساعدة الشعب المغربي يعني كأنه رايحين هذوك تاع عن العناصر الحماية المدنية ومعهم الكلاب هذوك خلاص أنقذوا الناس، الناس اليوم راهم يجمعوا في تبرعات بالملايين الدولارات. بنوك ومؤسسات وملك وحكومة وغيرهم كلهم غير تسمع غير خمسين مليون دولار، مئة مليون دولار، هذا واش تسمع؟ راح يجمعوا المليارات. وراح يعيد بناء تلك المناطق كانها ما وقعت هذا فضلا عن المبالغ الماليه والاجر الشهري اللي خصوه للضحايا فضلا عن اليتامى الذين تكفلت بهم الدوله هم قيمين انت عرضت شيء معين في ظروف العلاقات مقطوعه جاهلت الحكومه والجأت مباشره خاطبت الشعب ها هو نفس الشيء ما فعله ماكرون ورفضوه المغاربه فعلته انت عندما تروح تعزي الشعب الشعب هذا ما عندوش ما عندوش قيادة ما عندوش حكومة هل المغرب دولة ولا مش دولة إذا كانت تتعاملوا معها كدولة دولة عندها قيادة إذا ما الدولة تتعامل مع الدولة وإذا كان خلاص لأنكم عندكم مشكلة مع دولة تسحبوا الاعتراف معها وترون النظام غير شرعي لذلك من حق المغرب أن يشوفكم نظام غير شرعي وهذا صحيح. الملك المغربي اب عن جد عنده بيعه عن في علاقة المغاربه ولا يوم المغاربه قالوا ما نسحقوش الملك في حين هو شكون اللي فوت على تبون ولا فوت على المؤسسات هذه اللي دارها والبرلمان وغيره ما كانش هيئه ناخبه تقريبا 25 مليون اكثر من 20 مليون من الهيئه الناخبه قاطعوا الانتخابات نتاع تبون اذا هذا نظام غير شرعي وكي يقول الملك ما يتعاملش معاك عنده الحق يتعامل مع دول عندها انظمه شرعيه انظمه منتخبه انت نظام غير شرعي نظام تاع دبابات وتاع تسلط بقوه السلاح على الجزائري لكن حقيقه في جانب اخر انا اتالم ما تصورت يوما ان نجي ونناقش زوج اشقاء عندهم حدود مع بعض تعاونوا من قبل في مواجهه المستعمر علاقات المصاهره لا تحصى ولا تعد اليوم نناقشوا راهي ضاعت فرصة المصالحة بينهما بسبب الكوارث يعني تروح عند زوج خاوة واحد وقعت له مصيبة ماتوا ولاده هذه الفرصة باش تصلح وتعيد صلة الرحم بين شقيقين والله مؤلم مؤلم حقيقة أن وصلنا إلى هذا الحال النية شوفوا نقول لك من الطرف المغربي أنا لمست نية الـ الحوار وإعادة العلاقات مع الجزائر بصفة عادية وكذا، لكن من الطرف الجزائري لا توجد هذه النية، وحتى هذه الزلازل كشفت النوايا السيئة لدى النظام الجزائري من خلال هذه المسرحية اللي دارها في مطار بوفاريك، وثبت بما لا يدع مجالا للشك أنها حكاية كلها فاضية وفارغة، لم يكن فيها ما يفيد لا من قريب ولا من بعيد. لا يمكن أن تحدث مصالحة بين الجزائر والمغرب في ظل نظام عسكري مسيطر على الشعب الجزائري، من المستحيلات، عقيدة العسكر هي الكراهية تجاه المغاربة، زرعوها في أجيال، وتطهير القلوب من هذه الكراهية تحتاج إلى إعادة تشكيل العقل العسكري وتشكيل العقل المدني في الجزائريين، حقيقة هذه لما تتكلم مع ناس عندما نقول هذا الكلام كاين ناس ناس مثقفين يدرسوا في الجامعات لما تكلم يقول لك يا اخي المغرب ما تقترب منه يا ولدي انت مثقف اذا كان المغرب تراه عدو هات الدليل خليني من الاجنده هذيك اللي زرعها النظام في الجزائريين على مدار عقود حتى صار صار يزيد ويرى أن المغرب عدو بالفطره صار تزرع فيه بالفطره وهذا شيء خطير عندما تروح تحول شقيقك الى عدو وتخلي الاعداء الاخرين الحقيقيين الذين يجب ان تتعامل معهم بمنطق الحرب ان ارادوا الحرب وبمنطق السلم والامن والمصالح المتبادله ان ارادوا هكذا، لكن واحد جارك وحدوده معك وامنه من امنك وامنك من امنه ما يجب ان تصل الامور الى هذا الحال البائس الذي نراه للاسف الشديد. لذلك إخواني الكرام حقيقة أنه تمنينا تمنينا أن تكون هذه الفرصة فرصة مصالحة حقيقية والله تمنيناها لأنه جربنا العداء مع المغرب كجزائريين قريب نصف قرن من دعم البوليزاريو التي كبدتنا مليارات أكثر من 500 مليار دولار بلا فائدة والقضية في الأخير أصبحت جزائرية بامتياز دولة في تندوف ورح تبقى هكذا إلى قيام الساعة واذكروا هذا الكلام مليح لأن كل المعطيات الداخلية في الداخل والعيون تقول عكس ذلك تماما مما يقوله النظام ورهانات البوليزاريو على أنه لديهم مكان عند القبائل نتاعهم اللي موجودة في المناطق الصحراوية هذا راه رهان خائب بمعنى الكلمة أي نتحدى قيادات البوليزاريو تروح تلتقي مع شخصيات صحراوية ترى وتقول بمغربية الصحراء يطلقوا في الخارج ويتحاوروا ما يتلاقوش معاه رغم انهم ابناء عمومه ابناء منطقه واحده، واحد يجي يقول انا صحراوي مغربي وواحد عايش في في دائره انه لاجئ في مخيمات يقول لك انا مانيش مغربي ونطالب بتقرير مصير، أروح انت وحلها حتى ديمستورا راهو حاير فيها وظهر كما يقول متجهم الوجه الى ابعد الحدود وهو يلتقي مع ابراهيم غالي بصفتو واش؟ ابراهيم غالي راح لامريكا بصفتو واش؟ بصفته قائد ميليشيا وعندها حركه سياسيه هذا هو وهذه الميليشيا مدعومه وتحت الرعايه الجزائر انا أقولها لكم لن تعود العلاقات الى مكانها الطبيعي في ظل هذا الدعم للجزائري للبوليزاريو ولا يمكن ان يستقر الوضع في المنطقه المغاربيه في ظل وجود هذه الميليشيات نتاع البوليزاريو وهذا النزاع إذا عرضنا اتحاد مغاربي حقيقي ونخرج من هذه الأزمة علينا أن ننهي قضية الصحراء وقضية الصحراء ما نقدر نقولها راهي قضية تقرير مصير كما راح يقولوا الحكم الذاتي من مظاهر تقرير المصير تروح للصحراويين في الداخل أو وفي هذه المناطق يقول خلاص قررت مصيري أنا وراني نشارك في الانتخابات هم يشاركوا في الانتخابات البرلمانية والبلدية اللي يحددها الملك وتحددها الدولة المغربية أليس هذا دليل على أنهم قرروا مصيره وأيضا أرقام قياسية أنا التقيت مع منتخبين قال لي أكبر المناطق التي تشهد مشاركة في الانتخابية هي الأقاليم الجنوبية هكذا قال لي أقاليمنا الجنوبية المغربية هي التي تشارك بقوة أكثر من المناطق الشمالية والوسط المغربي هكذا قال هذو قالوها لي ناس راهم راهم عارفين ماذا يقولون ابناء المنطقه وبينهم من كانوا بالامس في مخيمات تيندو اذا اخواني الكرام انا اعتقد بانها كانت فرصه لكن لا توجد العوامل النوايا والافعال التي ستحولها حقيقه الى فرصه بحيث تصبح دبلوماسيه الكوارث هي الحل ما بين شقيقين مثل الجزائريين والمغارب اذا اريد حل هذا هذا النزاع حقيقه وهذه الازمات يجب وضع حد الى حكايه الصحراء وتكون بحل سياسي يرضي جميع الاطراف واعتقد في نظري وفي نظر الكثير من الناس اللي يتعاملوا بموضوعيه ان الحكم الذاتي هو افضل الحلول المطروحه التي يمكن ان يجتمع عليها الجميع للصحراويين يقروا مصيرهم من خلال الحكم الذاتي والجزائر ما تفقدش ما الحياء من وجهها بعد خمس قرن وهي تراهن على هذه القضية وبعد ذلك تخرج سفر اليدين المغرب أيضا أنهى عليه هذه القضية التي شكلت له نزيف على مدار عقود ومن المفروض هذه الخطوة الأولى ثم نتجه إلى إحياء الاتحاد المغاربي وتحويله إلى قوة اقتصادية قوة سياسية قوة دبلوماسية كحال مجلس التعاون الخليجي هذا الذي يجب ان يحدث ودون ذلك صدقوني سنظل او ستظل اوطاننا كالشاة القاسيه تتربص بها ذئاب الغاب والعالم تحول حقيقه الى غابه متوحشه وموحشه وفيها من الوحشيه والفاشيه التي لا نظير لها تهدد الجميع خاصه مصادر الثروه. ثروه الطاقه وبقيه الثروات الاخرى والموقع الاستراتيجي على ضفه المتوسط والذي لا يفصله على على اوروبا الا البحر الابيض المتوسط، اعتقد بكل ان كل هذه العوامل ستسيل لعاب القوى الكبرى ومن بينها امريكا والصين وروسيا وغيرها حيث الان نرى التوجه العالمي نحو افريقيا كمصدر من مصادر الاغراء. الاقتصادي والمالي لقوى كبرى، حاجتنا للمصالحه مع المغرب اهم بكثير، فالجزائر تحتاج الى مصالحه داخليه بين الجزائريين، بين السلطه والنظام عن طريق مشروع سياسي يفضي الى انتخاب رئيس حقيقي، مؤسسات حقيقيه، المواطن يشعر بمكانته في دولته، ثم المصالحه مع دول الجوار. ودون ذلك صدقوني أيها الجزائريون أيها المغاربة التوانسة أيها الليبيون أيها الموريطانيون سنكون لقمة سائغة لمن لا يرحم صغيرنا ولا يوقر كبيرنا ولا يهمه سوى ثرواتنا ولا هم له أيضا سوى تمص تراثنا واذكروا كلا كلا جديد. جديد. كثير يسألونني هل صرنا حقيقة بحاجة إلى اتحاد المغارب بعد زلزال المغرب وفيضانات ليبيا حقيقة أن هذه الكوارث التي حدثت رغم الدموع التي سالت. والدماء التي أهرقت والارواح التي أزهقت والنفوس التي حزنت وال... والايام التي بكت والطفوله التي ت... ت... تيتمت وما الى ذلك من هذه الامور رغم ذلك انه من المفروض ان هذه المنحه نستقي منها منحه او المنح الكثيره حقيقه في مثل هذه الكارثه ليبيا راهي تحصي موتاها راهي عشرات الالاف من الضحايا، مدينة تم تدميرها بهذا الطوفان وهذه الكارثة وهذا الفيضان وهذه وهذه الجائحة العالمية التي مست ليبيا وقد تمس دول أخرى منها مصر وربما يوما تصل حتى إلى الجزائر لا قدر الله. الكوارث قادمة زلازل و فيروسات وأم أوبئة وكوارث رانا نراها تزحف على العالم في كل مرة ولكن عندما يقع شيء في دول الخليج يجدون مجلس التعاون الخليجي عندما وقعت جائحة كورونا دول أوروبا تمسكت ببعضها البعض وعاونت بعضها البعض وقعت كوارث اقتصادية عالمية الدول اللي عندها اتحادات قويه عاونت بعضها البعض لكن الدول المغاربيه الان وقعت كارثه في الزلزال المغرب بقى المغرب يواجه مع بعض الحلفاء نتاعو لكن اين الدول المغاربيه لا شيء تونس ارسلت بعض الاشياء الجزائر دارت تلك المسرحيه وما كانش نيتهم اصلا مساعده المغرب بل انه فقط يريدون توريط المغرب بطريقه حتى يحرجوه فقط لو قالهم المغرب تعالوا راهم زادوا داروا شروط اخرى وحكايات اخرى وكذا 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 بل انه ربما يروحوا هناك ويستفزوا المغاربه كل شيء وارد ولكن على ما يبدو أن الدولة التي لا تلتزم في مثل هذه الحالات بأساليب معينة خاصة دولة قاطعة العلاقات معاك من قبل رفضت المساعدات نتاع الحرائق يعني الجزائر وقعت في كوارث رفضت مساعدات نتاع المغرب وما ساعدها حتى واحد والناس ماتت ونفس الحكايه مع المغرب وكذا وكذا وجايه وحدث في ليبيا راه يواجهوا ويستنجدوا بدول حقيقه ارسلت الجزائر مساعدات وهو شيء نشيد به شيء جميل شيء لكن توقفوا شويه على هذا الامتنان ونهار كامل ما تصوروا فيها، راهم لقوا جثه، راهم انقذوا قتل، راهم حوسوا على فار مازالوا ما يعني علاش رايحين ثم رايحين باش يساعدوا، ما تعتبروا انه واحد رايح باش يعاون الناس في فيضانات يفتشوا على الضحايا كي يلقى جثه ديرها لي خبر. يعني توقفوا شوي هكذا بهذه الطريقه كانكم راكم تمتنون عليها ولكن من حيث المبدا خطوه نشيد بها ويجب رفع مستوى المساعدات لاشقائنا الليبيين اللي راهم يعانوا معاناه ليس لها نظير. اما بالنسبه للمغرب كم تمنيت ان لحظه الزلزال الطائرات الجزائريه كانت هي الاولى الحدود البريه راهي مفتوحه شاحنات الجزائريين راهم يجمعوا في التبرعات ويجمعوا في المساعدات ويروحوا هناك ويساعدوا المغاربه نفس الشيء عندما حدثت لنا فيضانات حدث لنا ايضا كوارث كانت نفس الشيء راهو المغرب بمجرد ما حدث مثل الحرائق الطائرات المغربيه انطلقت من دون ان تستاذن لتطفئ الحرائق والمغاربة راهم جابوا مساعدات للناس المتضررين كم نحن في حاجة إلى هذا الأمر لكن للأسف تم تدمير البيت المغاربي خيمة يعني قاموا الرؤساء سابقين وملوك وكذا ببناء هذا الكيان على أمل أن يكون في صالح الأجيال القادمة لكن أصبح الأمر في طالح هذه الأمور بسبب ماذا؟ بسبب التعنت تعنت نظام العسكر الذي يريد الوصاية على الكل يريد أن يرى نفسه هو الأفضل هو الأقوى هو المهيمن على كل شيء يريد تصفية حساباته مع المغرب الذي يشكل ركيزة أساسية في هذا البيت المغاربي بيت المغاربي أركانه الأساسيين هي الجزائر والمغرب مع إحترامي للدول الأخرى كل دولة لديها أهميتها ولكن في هذا الجو الجيوسياسي استراتيجي أهم دولتين في هذا الاتحاد هي الجزائر والمغرب واهم الدولتين في هذا الاتحاد بناتهم هذه الخصومه من طرف واحد مما يجعل المسؤوليه ملقاه على عاتق حكام العسكر في الجزائر لذلك اخواني الكرام اقولها بكل وضوح على اننا صرنا في امس الحاجة لاتحاد مغاربي الان افريقيا راهي بين مخالب وحوش العالم والارادات الدوليه الان تلتفت الى افريقيا اوروبا تريد الان ان تبتلع الشمال الافريقي وفي ظل هذا التوحش في ظل هذا الغلاء في ظل هذا التدهور الاقتصادي بعد وباء كورونا وحرب اوكرانيا راح تكون المعركه الثانويه التي ستصفي بها القوى الكبرى حساباتها ستكون في القاره الافريقيه وتحديدا في الشمال الافريقي، نحتاج الى اتحاد عندما نتعامل مع الدول الاخرى نتعامل ككيان اتحادي يجيب لنا مصالحنا ويدفعنا على مصالحنا ويحقق لنا ما نريد، وعندما نساعد الدول الاخرى او نريد الفرض فرض ارادتنا على القاره الافريقيه بما يحفظ امننا واستقرارنا ويحفظ مصالحنا ننطلق كاتحاد، مش المغرب يروح لدول افريقيه، الجزائر تلجا الى منافسته في دول اخرى وضرب مصالحه وهكذا عن طريق البوليزاريو وجمهوريتها راهي تطارد في المغرب بالمال العام الجزائري ومليارات تذهب في هذا الطريق، ما الذي سنجنيه؟ ما الذي سنجنيه؟ معناها اذا انشات دوله سادسه في المنطقه المغاربيه ارواح نديروا يقول لي واحد نهار يقول لي واحد من البوليزاريو خلونا نديروا الدوله نتاعنا وبعد ذلك نتوحدوا ها ما شاء الله هذا ما شاء الله وقلت له الصحراويين اللي يقولوا رانا احنا مغاربه قال لي لا لا هذوك كل مرتزقه مرتزقه المخزن ها وانتم ما شاء الله قلت له وانتم مشكم مرتزقه عند العسكر عايشين على حسابهم وبالباسبور نتاعهم وبالطيارات نتاعهم وبالاموال نتاعهم بل انهم والله رهم اغرقوا وغا أغرقوا الجزائر بالفساد في تهريب السيارات في تهريب الاسلحه في تهريب الحشيش وفي تهريب الحبوب المهلوسه وتهريب 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 وما الى ذلك من هذه الامور. نحن في امس الحاجه الى اتحاد مغاربي. ستندمون يا حكام المنطقه اذا لم يتحرك فيكم ضمير وحدوي من اجل خلق كيان اتحادي على الأقل تضاهون به وتدافعون به عن مصالح دولكم في في العالم وأمام عالم الآن يتجه نحو حروب وصراعات بين الكيانات وليس بين الدول أما الدولة التي ليس لها كيان فإنها ستدفع الثمن غالي أما الدول المغاربية كل واحدة تبحث على كيان وعلى حلفاء خارج المنطقة المغاربية صدقوني كل واحد يبحث على مصالحه قوتنا في اسرتنا، قوتنا قوة الجار مع جاره، وقوة الدار عندما تكون آمنة على نفسها من جاره، هذه هي الحقيقة ودون ذلك فهو مجرد أضغاث أحلام، سرعان ما يستفيق الحكام، وحينها لن ينفع الندم عندما يدفع الثمن من الدمع والدم شعوب تتوق إلى الوحدة. الوحدة المغاربية بين الشعوب موجودة اثبتتها هذه الاحداث التي جرت وهذه الكوارث عندما بكى الجزائري على المغربي وبكى المغربي على الجزائري ايضا في في الحرائق وبكى المغربي وهو يبكي بكى على الليبيين وبكى الجزائري على الليبي والتونسي بكى على المغرب وبكى على الليبي والامر نفسه بالموريتاني بل الصحراويين في الداخل والعيون هبوا لاخوانهم المغاربه تحت رايه مغربيه لكي يساعدوا من مسهم هذا الزلزال الشعوب على قلب رجل واحد وعلى قلب امراه واحده ولكن المشكله في الحكام حتى نكون منصفين من هو الحاكم الذي يرفض الاخر هم حكام العسكر في الجزائر لو كان المغرب واجه هذه الازمه بنفس الاسلوب لانتقدناهم جميعا ولا نستثني احد ولكن الذي نراه هي ازمه من جانب واحد لذلك نركز على ان هذا الجانب يجب ان يراجع اوراقه والله اذا لم تراجعوا اوراقكم وتراجعوا اخلاقكم ستبكي احداقكم دما على وطن خل... خل... حرره رجال وللاسف لم تحافظوا عليه كالرجال. واذكروا, واذكروا كلام, كلام جيد بارك الله فيكم جميعا شكرا على صبركم علينا وهذا الجلسة الطيبة إن شاء الله نلقاكم في حلقة أخرى من المراقب إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته